الجزء الثاني من الدرس السرعة المتجهة اللحظية. تعلمت في الدرس 1-4 طريقة حساب السرعة المتوسطة المتجهة للجسم يسقط إلى الأسفل من خلال قسمة المسافة المقطوعة على الزمن. السرعة بتساوي مسافة على زمن، الزمن الذي استغرقه الجسم لقطع تلك المسافة. يمكن استعمال الطريقة نفسها لحساب السرعة المتوسطة المتجهة بإضافة الاتجاه، فالإشارة الموجبة تعني اتجاه للأمام أو الأعلى، أما الإشارة السالبة فتعني الاتجاه للخلف أو الأسفل. طب قانون السرعة المتجهة المتوسطة، هي احنا عايزين نحسب السرعة ما بين نقطتين A و B. طيب فالنقطة إذا عطى موقع جسم متحرك بوصفه الدالة في الزمن T، فإن السرعة المتوسطة المتجهة للجسم اللي هي V average أو V اللي هو average يعني متوسط، يبقى V AVG أو average معناها السرعة المتوسطة، يبقى V average التغير في المسافة على التغير في الزمن، يبقى F of B ناقص F of A على B ناقص A. ده القانون اللي هنحل بيه المسائل اللي جاية، اللي هو التغير في المسافة على التغير في الزمن. هنا الأجسام الساقطة تصل أخيرا إلى السرعة ثابتة تسمى السرعة الحدية اللي احنا قلناها في بداية الدرس، ويصل المظلي إلى السرعة الحدية من 120 ل 150 ميل في الساعة عندما تكون مظلته مغلقة. يبقى المظلي اللي هو بتاع المظلات لما بيجي يعمل سقوط حر بيبدأ السرعة الحدية عنده بتوصل 120 ل 150، يبدأ ايه يفتح مظلته، لكن وهي مظلة مغلقة بتوصل للسرعة ديت. بيقول المثال السرعة المتوسطة المتجهة جري تمثل المعادلة اف اوف تي تساوي ناقص 1.3 تي تربيع زائد 12 تي، المسافة بالأميال والتي قطعها عداء بعد تي ساعة. ما سرعته المتوسطة المتجهة بين الساعتين الثانية والثالثة من زمن السباق؟ هنا احنا عايزين نحسب العداء دوت لما يجي يجري بين الساعة الثانية والساعة الثالثة من السباق اللي بيجري هيبقى سرعته المتوسطة كام. يبقى احنا في عندنا نقطتين عند الساعة 2 وعند الساعة 3، يبقى A هتساوي 2 والB هتساوي 3. احنا قلنا السرعة المتوسطة بتساوي ايه؟ التغير في المسافة على التغير في الزمن. بالتالي احنا لازم نحسب الأول حاجة المسافة عند التي تساوي 3 والتي تساوي 2. طب لما التي تساوي 3 هنا عندنا، يبقى نعوض عن اف ب3، يبقى 1.3 في 3 أس 2 يعني في 9 زائد 12 في 3 يدينا في النهاية 24.3. هنا لما الاف تساوي 2 احنا قلنا بنحسب ايه التغير في المسافة، يبقى لما التي تساوي 2 يبقى 1.3 في 2 تربيع يعني في 4 زائد 12 في 2 ب24 هتدينا في النهاية كام؟ 18.8. القانون التاني بتاعنا بيقول ايه؟ في افريج او السرعة المتوسطة تساوي اف اوف بي ناقص اف اوف اي على بي ناقص اي. نبدأ نعوض، احنا جبنا الاف اوف بي ب24.3، يبقى 24.3 عندنا اف اوف اف اوف 2 يبقى 18.2، يبقى ناقص 18.2 على 3 ناقص 2 ب1 يبقى 24.3 ناقص 18.8 هتدينا 5.5. طب الإشارة هنا ايه؟ موجبة، يبقى أي أن السرعة المتوسطة للعداء بين الساعتين الثانية والثالثة هي 5.5 ميل في الساعة إلى الأمام. احنا قلنا طالما موجب يبقى الى الامام، لو كانت سالب يبقى الى الخلف. هنا معلومة تاريخية طبعا مهمة، احرز العداء السعودي محمد شاوين ذهبية سباق ال 1500 متر في دورة الالعاب اسيا المقامة في الصين عام 2010 بالمتوسط، قد قطع مسافة كيلومتر خلال 2:24 و33 ثانية تقريبا. السرعة المتجهة اللحظية، المثال 3 يبين كيفية حساب السرعة المتوسطة المتجهة لجسم متحرك.
السرعة والسرعة المتجهة. يستعمل مصطلح السرعة المتجهة للتعبير عن قيمة السرعة واتجاهها. احنا قلنا ان السرعة المتوسطة كانت 5.5 ميل على الساعة في الاتجاه الى الامام، يبقى هنا احنا حددنا السرعة وحددنا الاتجاه، يبقى هنا دي اسمها السرعة المتجهة. واستعمل مصطلح السرعة للتعبير عن قيمة السرعة فقط. يعني بقى لو قلنا اوجد السرعة بس ما قالش اوجد السرعة المتجهة، يبقى احنا مش لازم نوجد الاتجاه، ما نقولوش لا الامام ولا الخلف ولا الاعلى ولا الاسفل، احنا ايه بنحسب بس، بنحسب السرعة بس. طب تحقق من فهمك، بالون اتش اوف تي تساوي 5 + 65 تي ناقص 16 تي تربيع. الارتفاع بالاقدام بعد تي ثانية لبالون يصعد رأسيا، يبقى يصعد يبقى الاشارة هتكون ايه موجبة. ما السرعة المتوسطة المتجهة للبالون بين الثانية الأولى تي تساوي 1 سكند أو تي تساوي 2 سكند، يعني الثانية الثانية، بين الثانية الأولى والثانية الثانية. قانون اللي هو السرعة المتوسطة، احنا عايزين احنا دلوقتي هنا ايه السرعة المتوسطة. قانون السرعة المتوسطة فرق المسافة على فرق الزمن، اللي هو اف بي ناقص اف اي على بي ناقص اي. هنا ال اتش اوف تي 5 + 65 تي ناقص 16 تي تربيع. هنا بدأ هو يعوض مباشرة قبل القانون، هيجيب أول حاجة الدالة عند الثانية الثانية، الدالة قيمتها عند الثانية الثانية، يبقى 5 + 65 في 2 = 130 ناقص 16 في 4 تدي 64، في الآخر هيطلع لنا كام؟ 71. هنجيب الاتش عند الواحد، احنا جبنا الاتش عند النقطة التانية اللي هي نقطة الاتنين، بعد كده هنجيب الاتش عند مين؟ عند الواحد. يبقى 5 + 65 في 1 ناقص 16 في 1 تربيع، يبقى هيطلع في النهاية الناتج كام؟ 54. في النهاية يطلع عندنا الناتج 54. طب القانون دلوقتي نرجع نقول القانون تاني، في افريج او السرعة المتوسطة، هنا بتكون اتش بي ناقص اتش اي على بي ناقص اي. نيجي نعوض، 71 ناقص 54 على 2 ناقص 1، 2 ناقص 1 بـ1، 71 ناقص 54 = 17، يبقى 17 قدم على الثانية. طب هنا البالون يصعد رأسيا، يبقى ايه السرعة المتوسطة بتساوي 17 قدم على الثانية في الاتجاه الأعلى. المسألة اللي قبلها احنا ممكن نحسبها بيانيا عن طريق ايجاد ميل القاطع عند النقطة 2 و18.8 ونقطة 3 و24.3، فهنلاحظ انها هيدي نفس القيمة بتاعت ايه السرعة بتاعتنا. طب مفهوم اساسي السرعة المتجهة اللحظية، اذا اعطيت المسافة التي يقطعها جسم على صورة دالة اف اوف تي بدلالة الزمن، فإن السرعة المتجهة اللحظية في تي لذات الجسم عند الزمن تي تعطى بالصيغة الليمت لما الاتش تقترب من الصفر اف اوف تي زائد اتش ناقص اف اوف تي على اتش، بشرط ان تكون النهاية موجودة. احنا دلوقتي كنا احنا بنجيب ايه السرعة المتوسطة بدلالة نقطتين، الزمن الاول والزمن الثاني، مثلا عند الثانية 2 والثانية 1 او عند الساعة 3 والساعة 2، يبقى عندنا كان عندنا ايه نقطتين. لكن احنا دلوقتي عايزين نجيب السرعة المتجهة اللحظية في لحظة ما بدلالة مين؟ هنجيبها بدلالة الدالة ومين واللحظة بتاعتها. يبقى هنا في حاجة اسمها سرعة متجهة لحظية، يبقى في فرق ما بين السرعة المتجهة المتوسطة والسرعة المتجهة اللحظية. اللحظية يبقى احنا ايه عند لحظة ما، تمام، زي ما كنا بنجيب ميل الميل بتاع المماس عند لحظة ما، كنا بنجيبه برضه بالقانون اللي هو الليمت، لكن المماس لوحده كنا بنجيب دلالة نقطتين. هنا نفس الحكاية، السرعة المتجهة اللحظية بنجيبها بدلالة لحظة ما أو عند وقت معين، عند مثلا الساعة 3، الساعة 4، الساعة 5، تمام. لكن السرعة المتجهة المتوسطة يبقى ما بين نقطتين A و B. نبدأ نجيب بقى عند السرعة، هنا اللي هنبدأ نشتغل عليه
السرعة المتجهة اللحظية. قانونها الليمت لما ال h تقترب من الصفر، لل f t زائد h ناقص f t على h. مثال أول بيقول لنا سقطت كرة من قمة بناية ارتفاعها 2000 قدم وتمثل الدالة h t تساوي 2000 ناقص 16 t. ارتفاع الكرة عن سطح الأرض بالأقدام بعد t ثانية من سقوطها، اوجد السرعة المتجهة اللحظية للكرة بعد كام؟ بعد 5 ثواني. في السرعة المتوسطة لو تفتكري كنا بنقول بعد الثانية الأولى والثانية الثانية أو الساعة الثانية والساعة الثالثة في المثالين اللي خدناهم، لكن هنا عند مين؟ عند الثانية الخامسة، يبقى عندنا سرعة متجهة لحظية. ما اديناش زمنين، ادينا زمن واحد. لإيجاد السرعة المتجهة اللحظية افترض أن t تساوي 5 ونطبق القانون بتاعنا، يبقى القانون بيساوي vt الليمت لما ال h تقترب من الصفر ال f t زائد h ناقص f t على h. احنا قلنا ال t عندنا كام؟ 5، يبقى هنعوض عن 5 زائد h، يبقى نعوض في الدالة بكام؟ بخمسة زائد h، يبقى 2000، ال 2000 زي ما هي ناقص 16 في 5 زائد h لكل تربيع. شلنا ال t التربيع هنا وحطينا كام مكانها؟ ال t زائد h اللي هي 5 زائد h، ب 5 زائد h لكل تربيع ناقص، نحط الدالة زي ما هي اللي هو f t زي ما هي، 2000 ناقص 16، هنشيل ال t تربيع ونحط مكانها كام؟ 5، اللي احنا قلنا ال t بتساوي كام؟ 5 عند الثانية الخامسة. هنا نبدأ نفك الأقواس ونختصر، الـ2000 هتروح مع الـ2000 مباشرة، يعني 2000 ناقص 2000 بصفر، يبقى ناقص 16 في 5 تربيع. طبعا احنا القوس ده هنفكه ازاي؟ أول تربيع يبقى 25 زائد الأول في التاني في 2 10 اتش زائد التاني تربيع يبقى اتش تربيع، هنضربه كل ده مين؟ في سالب 16، يبقى سالب، يبقى هنا لما قلنا 10 اتش في 16 يبقى سالب 160 اتش زائد في سالب يبقى اتش تربيع في ناقص 16، يبقى ناقص 16 اتش تربيع. طيب وال 25 في 16 ما هي نفسها، ناقص 5 ناقص 16 في 25، هنا سالب في سالب بموجب وهنا سالب، يبقى هيروحوا مع بعض، يبقى هيتبقى معانا مين؟ هيتبقى معانا 160 اتش ناقص اتش تربيع على الاتش، هناخد الاتش مين؟ عامل مشترك. لما ناخد الاتش عامل مشترك هيتبقى لنا سالب 160 ناقص 16 اتش على اتش، الاتش هتروح مع الاتش، هيتبقى سالب 160 ناقص 16 اتش، اللي هنا الاتش هنعوض عنها بكام؟ بصفر، يبقى هيتبقى معانا كام؟ سالب 160. طب قلنا سالب معناها ايه؟ معناها ان احنا بننزل للاسفل، يبقى هنا سرعة الكرة بعد 5 ثواني بتساوي 160 قدم على الثانية، اما الاشارة السالبة فتعني ان الكرة تهبط لاسفل. تحقق من فهمك سقطت علبة مادة تنظيف من يد عامل اثناء قيامه بتنظيف نافذة بناية على ارتفاع 1400 قدم عن سطح الأرض وتمثل الدالة 1400 ناقص 16 تي تربيع. ارتفاع العلبة بالأقدام بعد تي ثانية أوجد السرعة المتجهة اللحظية في تي بعد 7 ثواني. هيبقى عندنا ال في تي تساوي ليمت لما ال اف تي زائد اتش ناقص اف تي على ال اتش، هنا هنقول 1400 ناقص 16 تي اتش تربيع، او هنعوض عن التي قلنا ب7 ناقص 1400 زائد 16 تي تربيع. هنا طبعا هو اشتغل عن التي على طول مباشرة واختصر ال 1400 مع ال 1400 وال 16 تي تربيع مع سالب 16 تي تربيع، هتبقى لنا سالب 32 تي اتش او اتش تي ناقص 16 اتش تربيع، هناخد الاتش عامل مشترك نختصر، يبقى هتبقى عندنا ناقص الليمت لما الاتش تقترب من الصفر ناقص 32
تي على ناقص 32 تي ناقص 16 تي اتش، هنعوض عن الاتش بصفر يبقى هتدي ناقص 32 تي. طبعا التي هنعوض عنها بالسبعة ونضرب، يبقى سالب 32 في 7 يبقى سالب 224، الإشارة السالبة تعني للأسفل. السرعة المتجهة اللحظية عند أي لحظة زمنية، الأول كنا احنا لحظة التدرج اللي احنا خدناه، أول حاجة خدنا السرعة المتوسطة بالنقطتين، بعد كده خدنا السرعة اللحظية عند زمن معين، عند مثلا 5 ثواني أو عند 7 ثواني، دلوقتي هناخد عند أي زمن، يبقى هنشتغل على التي زي ما هي، وبعد كده في النهاية ممكن نعوض زي المسألة تحقق من فهمك، هنعوض عن الثانية السابعة الثانية الثامنة زي ما يدينا الزمن اللي هو عاوزه، بس احنا بنشتغل عند التي بصفة عامة. هنا الدالة بتاعتنا بتقول تعطي المسافة التي تقطعها جسم سنتيمترات بعد تي ثانية بالدالة اس تي تساوي 18 تي ناقص 3 تي تكعيب ناقص 1. اوجد معادلة السرعة اللحظية المتجهة في تي للجسم عند اي زمن، يبقى هنشتغل التي زي ما هي، مش هنعوض عنها بأي رقم زي ما كنا بنحل في المسائل اللي فاتت. يبقى ال في تي هتساوي ليميت لما ال اتش تقترب من الصفر ال اس تي زائد اتش ناقص اس تي على اتش. هنشيل هنا، نبدأ نعوض عن كل تي هنا بتي زائد اتش، يبقى 18 تي زائد اتش ناقص 3 تي زائد اتش تكعيب ناقص 1 ناقص ال اس تي، يعني نحط الدالة زي ما هي، ناقص كام؟ 18 تي ناقص 3 تي تكعيب ناقص 1. هنبدأ نفك الأقواس، 18 في تي بقى 18 تي، 18 دي هتروح مع 18 تي اللي هنا، طيب زائد 18 اتش، ال 18 اتش موجودة تحت اهي، 18 تي 18 في الاتش يبقى 18 اتش. هنفك القوس اللي هو اللي هنا، التلاتة تي اللي هو تي زائد اتش كل تكعيب، هنفك القوس اللي هو تي زائد اتش كل تكعيب، ممكن نضرب اللي هو نفك نقول اللي هو تي زائد اتش في تي زائد اتش كل تربيع، وبعد كده نضرب الأقواس في بعض، فيطلع عندنا في النهاية، نختصر إن هيطلع عندنا تلاتة في تي أس تلاتة، هنختصرها مع التلاتة تي أس تلاتة، وهتبقى عندنا 9 تي تربيع اتش، عندنا هنا ناقص 9 تي اتش تربيع، وهطلع عندنا ال اتش تكعيب ناقص 3 اتش تكعيب، والناقص 1 مع الناقص 1 هيروح مع بعض، 1 ناقص ناقص 1 يعني زائد 1، يبقى زائد 1 ناقص 1 هنا هتساوي 0. يبقى احنا هناخد ال اتش على المشترك، يبقى هتبقى عندنا 18 ناقص 9 تي تربيع ناقص 9 تي اتش ناقص 3 اتش تربيع على اتش. هنعوض، هنشيل الاتش الاول مع الاتش اللي هنا، وبعد كده بقى عندنا 18 ناقص 9 تي تربيع ناقص 9 تي اتش ناقص 3 اتش تربيع. هنشيل الاتش هنا والاتش اللي هنا، ليه؟ لان الاتش تقول الصفر، يبقى هتبقى عندنا في النهاية 18 ناقص 9 تي تربيع. يبقى دي معادلة السرعة اللحظية عند اي زمن، اللي هي بتساوي 18 ناقص 9 تي تربيع. هنا هنحط اي زمن بقى، 5 4 3 2 1، اي رقم يطلع عندنا السرعة اللحظية عند الزمن المحدد دوت، والاشارة بتحدد اذا كان للاعلى او للاسفل او للامام او الخلف. هنا السرعة، تأكد من فهم الطلاب للفرق بين السرعة المتوسطة المتجهة والسرعة المتجهة اللحظية والسرعة اللحظية المتجهة. فالسرعة المتوسطة المتجهة هي سرعة متجهة بين نقطتين مختلفتين، وقلنا الكلام ده أكتر من مرة. أما السرعة اللحظية المتجهة فهي السرعة المتجهة في لحظة زمنية محددة. تحقق من فهمك، الـ ST تساوي 90 تي ناقص 16 تي تربيع ارتفاع الصاروخ بعد تي ثانية من إطلاقه رأسيا من مستوى سطح البحر حيث ارتفاع بالأقدام. أوجد معادلة السرعة المتجهة اللحظية في تي للصاروخ عند أي زمن. هو القانون هو الـ في تي بيساوي الليمت لما الـ اتش تساوي الصفر اس تي زائد اتش ناقص اس تي على اتش.
هنعوض، هنشيل التي في المرة الأولى ونحط مكانها تي زائد اتش، يبقى هيبقى 90 في تي زائد اتش ناقص 16 تي زائد اتش كل تربيع ناقص 90 تي زائد 16 تي تربيع. ليه خلاها هنا دي زائد؟ معناها فوق ناقص، لأن هنا ناقص في الناقص هيدينا ايه؟ زائد، او سالب في سالب بموجب. هنبدأ نفك الأقواس. 90 تي، 90 تي اللي هنا اهي، لما 90 تضرب في تي هتروح مع ناقص 90 تي، هيروحوا مع بعض، دي هتروح مع دي. طب والتسعين في الاتش هتدينا 90 اتش، وهنا ناقص 16 الأول تربيع، يبقى ناقص 16 تي تربيع، 16 تي تربيع الأول في التاني في 2، يبقى تي في الاتش يبقى 2 تي اتش في 16، 2 في 16 ب 32، يبقى سالب 32 تي اتش. التاني تربيع يبقى اتش تربيع، في الناقص 16 يبقى ناقص 16 اتش تربيع، ناقص 90 تي زائد 16 تي تربيع. هنا نبدأ نختصر، 90 تي مع ناقص 90 تي، 16 تي تربيع مع ناقص 16 تي تربيع، هتبقى عندنا 90 اتش ناقص 32 تي اتش ناقص 16 اتش تربيع. هناخد الاتش على المشترك زي ما اتعودنا، هناخد الاتش على المشترك، فيتبقى هنا عندنا لما ناخد الاتش هتبقى 90 ناقص 32 تي ناقص 16 اتش، ونختصر الاتش مع الاتش، يبقى هنا الاتش ديت، يبقى هنا عندنا الاتش دي والاتش دي مع التربيع اللي هنا هيطيروا مع الاتش اللي تحت. لما ناخد الاتش على المشترك يبقى 90 ناقص 32 تي ناقص 16 اتش. طب الاتش تقول لي صفر، يبقى نعوض على 16 اتش ديت كمان بالصفر، الاتش دي هنعوض عنها بالصفر، يبقى ناقص 16 اتش دي هتروح كمان. في النهاية السرعة اللحظية 90 ناقص 32 تي، ساعتها بنعوض عن التي بأي زمن، هيطلع عندنا السرعة اللحظية. كرة قدم ركلة على كرة بسرعة ثابتة مقدارها 38 قدم على الثانية، وتمثل بالدالة ناقص 16 تي تربيع زائد 58 تي زائد 6. ارتفاع الكرة بالأقدام بعد تي ثانية، اوجد سرعة الكرة المتجهة اللحظية، ما سرعة الكرة المتجهة بعد 1.5 ثانية؟ يبقى احنا عايزين سرعة متجهة لحظية، وهنا سرعة الكرة المتجهة بعد 1.5. يبقى احنا نبدأ نمشي بالقانون زي ما مشينا في المسائل اللي فاتت بالظبط. ماشي، القانون كان بيقول ليميت تي زائد اتش، ال اتش تي ال اتش تي زائد اتش ناقص ال اتش تي على ال اتش. هنا هنعوض، يبقى ناقص 16 تي اتش تربيع زائد 58 تي اتش زائد 6، وهنا زائد 16 تي تربيع ناقص 58 تي ناقص 6 على اتش. هنبدأ نفك الأقواس، يبقى تي تربيع ناقص 2 الأول في 2 في 2 2 اتش ناقص زائد اتش تربيع زائد 58 تي اتش زائد 6 زائد 16 تي تربيع ناقص 58 تي ناقص 6. نبدأ نفك الأقواس مرة تانية، نضرب 16 في التي تربيع، يبقى 16 في التي تربيع يبقى تروح مع بعض، يبقى هنا ناقص 16 تي تربيع، يبقى ناقص 16 تي تربيع هتروح مع 16 تي تربيع اللي هنا، هنا ناقص 16 في 2 تي اتش يبقى ناقص 32 اتش تي، ناقص 16 في الاتش تربيع يبقى ناقص 16 اتش تربيع زائد 58 تي اللي هي 58 هنضرب في تي اتش يبقى 58 تي، 58 تي دي هتروح مع ناقص 58 تي اللي هنا زائد 58 اتش يبقى 58 اتش زائد 6 زائد 6 اللي هنا هتروح مع ناقص 6 اللي هنا. نبدأ ناخد الاتش عامل مشترك، يبقى هنا في اتش وهنا في اتش وفي هنا اتش، الاتش دي اللي هنا مع التربيع اللي هنا اهو مع الاتش اللي هنا هيروح مع الاتش اللي تحت، يبقى هتبقى عندنا
هنا ناقص 32 اتش تي ناقص 16 اتش تربيع زائد 58 اتش، يبقى هنا الاتش احنا قلنا هنروح الاتش هتروح مع بعض، يبقى هتبقى 32 تي ناقص 32 تي زائد 58 ناقص 16 اتش. 16 اتش ديت هتروح برضو معانا، حاطين ان الاتش هتساوي الصفر، يبقى سالب 32 تي زائد 58 دي السرعة المتجهة اللحظية، يبقى في تي ناقص 32 تي زائد 58. المطلوب الثاني، ما سرعة الكرة المتجهة بعد 1.5 ثانية؟ يبقى هنعوض عن التي ب1.5 ونشوف هيطلع القيمة موجبة ولا سالبة، ونحدد إذا كانت الكرة للأعلى ولا الكرة للأسفل. يبقى 1.5 ثانية السرعة بعد 1.5 ثانية هنعوض عنها، يبقى ناقص 32 في 1.5 زائد 58 ناقص 32 في 1.5 هتدينا 48، يبقى ناقص 48 في زائد 58 تدينا 10 قدم على الثانية. هنا العشرة موجبة، يبقى الكرة تصعد للأعلى. كده انتهى الشرح بتاعنا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقة ديت، وتنشروا الحلقة ديت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.